أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي فتح باب الانضمام لكل الكيانات الشبابية إلى الحملة، وذلك استجابة لدعوة الكيانات الشبابية خلال لقائهم الأول مع الحملة. وأضافت الحملة عبر صفحتها الرسمية أن الشباب هم أساس الحملة الانتخابية وأنهم عماد المستقبل، ودورهم مؤثر وفعال وكبير. كما أكدت الحملة أن الشباب هم الذين يحملون رؤية وطموحات عريضة لتحقيق التنمية في مصر.